وسرد أمنجا بنتلان أيها أيانا وحا أي شيكتي إن قعنتا أي كردنكتي حبنا كتر سناها أوروركاها على شباب شير جرايد أو مانتا لغو قبتي حرونتا وسرد أمنجا بنتلان أيها لغو شيكي إن عيدة مدى بنتلان أي قعنتا كسور ديجان تدبية طبانكي بيشن نوفمبر أو كوبيك نايد مالي نمادي شلي محمد نوح آدن أو أي دولد كوشيكتي إن أو كتر سنيهاي أوروركا على شباب سيدا أو قرال كآخريي وسير كوحيجانكا وسرد أمنجا بنتلان مدن عبد الرساق حرد اذا ماذا عم نقول مركه حك هلان تدبيه تبنكي بيش نوفمبر هول قال افليان مغالده غالكايو وهي غانته كدغان محمود نوح ادم ابو حفصه نين ليرهدو نينكاس او مدح كوخده دلالكا يو قرحيده فليسا اها امنياتكا وونه هره او اهان جيري مدح الهالده هوغاميها كوخده على الشباب احمد عبد غدنه labahay muqtar abdirahmaan abu subir sidoo kale waxa shirka jaraa'id lagu sheegay in ciidamada puntland ay gacanta ku soo dhigeen abdirisaaq xuseen taliil oo isaguna dhanka sahayda u qaabilsanaa ururka al shabaab sida ay sheegeen mas'uuliyiinta shirka jaraa'id qabatay ee sidoo kale ciidamada amnigu waxay gacanta ku dhigeen abdirisaaq xuseen taliil oo ah madax xasaadka iyo sahayda kooxda al shabaab waxana xilligii la soo qabanayay حمناها سي ستين والحاها غرحا أو كالدوان سيدا جاكداها غرح يدا F1 بمبوين كاليرا بمبادا قعمدا لغتورا نوعيادا كالجدسان بابو بارود غرح دا سيدا TNT داسدو لغو كايديو غرح يدا لما يستران تلفونا دا قعانتا يو ريمودية دا ريمود كنترولس فيلوين يو فيوسيو wireless and fuse saacado iyo battery intaas soo alaaba waa lagu qabtay ciidamada amniga ee gobolka mudug jooga soo qabtay hal maalin ayuun baa laga jooga markii nimankan la soo qabtay ilaa ayaa haddana ma jirto maxkamad la keenay eedaysanayaashan oo ku xukuntay dambiyada loo haysto Faisal Khalif Barre Somali Channel Garowe